بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند. جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم، وحلقه مهمه جدا بالتاكيد، خاصه بعد ما انتهى مشوار الدوري العام في هذه الفتره، ونبدا من النهارده نستعد للمباراه الهامه. هي مباراه ختام الموسم الافريقي، نهائي دوري ابطال افريقيا. بعد خوض العديد من المباريات الفترة الأخيرة من دور المجموعات حتى الأدوار النهائية وصولا إلى اللقاء الختامي. اللقاء اللي هيكون على شوطين، شوط في القاهرة وشوط في كازابلانكا. صحيح، نظام دوري أبطال إفريقيا والمسابقات الإفريقية اتغيرت بعد وصول الأهلي أو بعد أحداث نهائي إفريقيا العام الماضي والقرارات التي تم تعديلها بسبب الأزمة التي شهدتها الساحة الإفريقية بخصوص إقامة النهائي من مباراة واحدة، والقرار بيتخذ في اللحظات الأخيرة مع تحديد الفريقين اللي هيوصلوا المباراة النهائية. ولكن هذا العام الحمد لله اللقاء هيكون ذهابا وإيابا طبقا للقرعة، الذهاب في القاهرة والعودة في كازابلانكا. لقاء الذهاب يوم الأحد المقبل 4/6، ولقاء العودة في المغرب يوم 11/6. ولكن على مدار أكثر من أسبوع 10 أيام كان كل تركيزنا على مباريات الدوري، لأنها كانت مرحلة مهمة جدا وحاسمة جدا في مسألة حسم المسابقة مبكرا. وبالفعل الفوز في الثلاث لقاءات أمام إنبي ثم طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا بالأمس 9 نقاط، ارتفع رصيد الأهلي من النقاط إلى 62 نقطة، وبالتالي يتبقى للأهلي 10 مباريات حتى هذه اللحظة، يحتاج الفوز فقط في 5 لقاءات، ومع كل خسارة لبيراميدز أو فيوتشر الخمس مباريات ممكن يكون 4 أو 3 أو 2، لعل وعسى بعد نهاية الأجندة الدولية نيجي نستأنف ونلعب مباريات الدوري، يكون الأهلي محتاج مباراة أو 2 ويحسم المسألة مبكرا ويكون بطلا للدوري قبل نهاية المسابقة مثلا بحوالي 7-8 أسابيع. عموما حلقة النهاردة هيكون فيها كواليس مهمة جدا، وهنتكلم على مباراة سيراميكا كليوباترا، ونشوف آخر الاستعدادات كمان لمباراة الوداد في ظل النهاردة مفيش أجازة وراحة، على طول الفريق استأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الوداد يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي. طيب نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وعايز أعرف رأي حضراتكم في أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بالأمس، ومين هو أفضل لاعب في المباراة؟ وجهة نظركم بقى، عايزين تتكلموا عن الفرص الضايعة، مين أفضل لاعب، مين أحسن لاعب امبارح ظهر، كل ده جاوبوا فيه من خلال السؤال اللي طرحناه عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا سواء صفحة الفيسبوك أو تويتر أو إنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة من البرنامج هستعرض أكبر قدر من أرائكم على سؤال حلقة النهاردة من برنامج الترند. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة الوداد، وكمان أشعة جديدة لحمد فتحي للإطمئنان عليه قبل نهائي دوري الأبطال، وأخيرا ميسي يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي بعرض خيالي. هنفضل احنا في العناوين المتعلقة بميسي، كريم بنزيما، راموس، الفترة اللي جاية في محط أنظار واهتمام كبير جدا لعدد من النجوم الكرة الأوروبية أن يكونوا موجودين في المملكة العربية السعودية ضمن إطار الترويج والدعاية والتسويق المهم جدا للدوري المحترفين في السعودية. طيب مباراة اليوم في الدوري المصري النهاردة الساعة 8 في مواجهة في الدوري ما بين الزمالك وطلائع الجيش، هتقام إن شاء الله الساعة 8 في استاد القاهرة الدولي. طيب دي كانت البداية النهاردة من برنامج الترند، ولكن زي ما قلت لحضراتكم الحلقه النهارده فيها كواليس وتفاصيل، وهنطمئن اكتر على استعداد الاهلي. عايزين نطمن على حمد فتحي، حاله اللعيبه. الحمد لله امبارح كان الاهلي بيلعب بشبه التشكيله الاساسيه كده لمبارياته الاخيره، ففي تفاصيل كتيره جدا هنتكلم فيها بخصوص الاهلي في المرحله اللي جايه، ولكن بعد الفاصل. الاهلي بالامس فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء. لو قارنا مباراة الأهلي وسيراميكا بمباريات السابقة سواء الفوز على طلائع الجيش بثنائية أو الفوز على إنبي أيضا كمان بنتيجة كبيرة وعريضة، نقدر نقول إيه ده الأهلي ممكن يكون بيتراجع في ترجمة الفرص للأهداف. ده الجزء اللي كان امبارح بيتكلم عليه مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي، ورغم سعادته ب3 نقاط وللأهلي حصد 9 نقاط في أقل من أسبوع، ولكن في نفس الوقت كولر برضه كان واضح جدا وقال لو بالأداء ده وبالفرص اللي بتضيع دي وعندنا مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الوضع ممكن يقلق شوية. ودي نقطة أنا شايفها إيجابية،
ونقطة مهمة جدا كولر امبارح اتكلم فيها بكل صراحة وبكل وضوح مع وسائل الإعلام، لأن كمان بتبقى رسالة ممكن توصل للعيبة مش من خلال بس كلامه معاهم في غرفة خلع الملابس، لا كمان تبقى واصلة من خلال الإعلام، لأن دي نقطة بيعمل فيها تحضير نفسي وتركيز مهم جدا للفريق عشان الفرص دي ما تضيعش في مباراة الفاينل. انت في مباراة الفاينل الفرصة ليها تمن. في الدوري انت ممكن تتعادل تكسب، بدل ما تكسب ثلاثة تكسب واحد، هي ثلاث نقاط والدوري مشواره طويل، ولكن المباريات الإفريقية خلاص بقى انت رايح لآخر 180 دقيقة، شوط أول 90 دقيقة في القاهرة، شوط تاني 90 دقيقة في كازابلانكا. فدي نقطة أنا شايفها من أهم النقاط الإيجابية اللي اتكلم فيها كولر على مباراة امبارح. حسين الشحات الهدف ده دايما بيفكرني بهدفه في الوداد في لقاء نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2020. دايما حسين بيتألق وبيتعملق في المكان ده، يستلم بيدخل لجوه بيرقص ويسدد في الزاوية القريبة لحارس المرمى. يعني حسين متألق وموفق، والسنة دي عامل موسم رائع جدا على جميع المستويات. وبيعجبني في حسين إنه ما بيتكلمش مهما تعرض لانتقادات، مهما يعني الناس اتكلمت عليه بشكل سلبي في بعض المباريات، ولكن حسين ما بيتكلمش. حسين بيشتغل على إنه يجيب جوان ويظهر ويتألق بشكل كويس جدا، وحتى لما بيتغير في الدقيقة 70 في الدقيقة 80 بيطلع ساكت وبيبقى فيه التزام من خلال رؤية الجهاز الفني مع الأهلي في الفترة الأخيرة. الباص اللي اتعمل كمان والتمريرة من محمود متولي مميزة جدا. تشكيلة امبارح اللي الأهلي لعب بيها، يعني قدر الإمكان الراجل رجع بقى لتشكيلته الأساسية اللي كانت بتلعب في الفترة الأخيرة، فيما عدا بس إيه مركز حراسة المرمى واللي امبارح كان ظاهر بشكل رائع جدا، وأنا بعتبره امبارح مان أوف ذا ماتش، رغم إن الجايزة كانت لمروان عطية واللعيبة كتيرة تألقت، ولكن كجزء إعداد نفسي امبارح مصطفى شوبير عمل مباراة كبيرة وتصدى لأكتر من كورة. وزي ما قلت قبل كده الأهلي عنده أسود في حراسة المرمى، فكان ظهور رائع جدا لمصطفى شوبير. بصوا على الكرة دي وانفراد صلاح محسن، أي حد يقول لك إيه هو الحارس طالع بدري ليه؟ ده قفل كل الزوايا على صلاح محسن، ده تصرف حارس عنده شخصية وحارس خبرة زي مصطفى شوبير. ندفع يا جماعة الحراس بتوعنا، نقف في صفهم، نقف معاهم، ندعمهم. مصطفى شوبير لو وصلت بالظروف إن يلعب نهائي دوري الأبطال هيكون أفضل لاعب في المباراة وهيظهر بشكل كويس جدا. بصوا التسديدة دي كمان، لا يعني امبارح مصطفى عمل مباراة كبيرة جدا، وده ثقتنا وتوقعاتنا دايما ان هو حارس كبير جدا، والحمد لله كان ظاهر بشكل رائع في المباريات اللي زاد فيها على المرمى الآلي في ظل غياب الشناوي وعلي لطفي وكمان صديقه وزميله حمزة علاء. طيب مزيدا من التفاصيل وأخبار الفريق النهارده، يمكن في شغل كتير جدا في مقر النادي الاهلي في الجزيره، في تدريب، في اجتماع مجلس اداره، في تحضير بقى للمرحله اللي جايه، لان عندنا مباراه مهمه جدا نهائي دوري الابطال. والنهارده الفريق كمان اخباره ايه، لان كولر ما اداش راحه، على طول استأنف التدريبات عشان يستعد في خلال خمس ايام لمباراه النهائي امام الوداد الرياضي المغربي. لذلك اطير مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي، واللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف منه اخر الاخبار والجديد حاليا بخصوص استئناف الاهلي للتدريبات في الساعات القادمه. كريم مساء الفل. مساء الخير عليك يا زميلي العزيز محمد سعيد، حياتي ليك في البدايه وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. طبعا النهارده احنا بنتنقل في اكتر من مكان، عندنا احداث مهمه للتدريب، المكان اللي انت موجود فيه طبعا قرب قاعة مجلس إدارة النادي الأهلي، يعني كل ما هو جديد لديك من متابعة الإخبارية الخاصة في النادي الأهلي. بالتاكيد طبعا يا محمد، يعني بنبارك للعيبه النادي الأهلي والجهاز الفني بالتاكيد على مباراة الأمس، واحدة من أهم المباريات كالعادة في الدوري العام والتحضيرية للبطولة الأفريقية. انت عارف يا محمد، يعني يمكن كنا بنعمل طبعا نشوف أداء متطور بشكل كبير في المباراة الماضية، فرص كتيرة جدا ضاعت يمكن الراجل اتكلم عليها، لكن انت عارف يا محمد يعني أربع مرات على التوالي بنصل للنهائي، في كل مرة لازم تلاقي يمكن في جزء كبير جدا من فكر لعيبة النادي الأهلي في المباراة النهائي، في المباراة النهائي لازم تلاقي يمكن بعض المباريات فيها شوية يعني ما بناخدش الباور كامل بالنسبة لعيبة النادي الأهلي، لكن التركيز كان كبير امبارح. لكن انت عارف هي ده طبع كرة القدم ولاعيبة كرة القدم، انت حاطط عينك على مباراة النهائي، لكن خلاص زي ما اكدنا وقلنا في كل مره بتنتهي بطوله الدوري حتى هذه اللحظه، نادي الاهلي يمكن ادى اداء مميز جدا على مدار الايام الماضيه والمباريات الحقيقه اللي كانت متلاحمه بشكل كبير جدا، لعبت يوم 23 و26 و29 وهتبدا تحضر لشوطين، طبعا شوط اول في المغرب وشوط ثاني ان شاء الله باذن الله كالعاده في القاهره، او العكس صحيح طبعا في القاهره البدايه والثاني طبعا في المغرب، لكن هي شوطين يا محمد انت عارف بتحتاج تركيز وتحضير كبير جدا للاعبي النادي الاهلي. كولر معودنا يمكن بعد المباراه على طول بيكون فيهم راحه، لكن الراجل النهارده كان حريص جدا
هو يجيب لعيبه النادي الاهلي ليكون في عمل استشفاء بشكل كامل وبشكل قوي جدا، لان المرحله اللي جايه خلاص انت عارف مفيش وقت. انت قلت يا محمد 5 ايام منهم هيكون تدريبه اساسيه طبعا فيها وسائل اعلام متواجده، وتدريبه رئيسيه قبل المباراه طبعا ب 48 ساعه. عشان كده يمكن كان مهم جدا لعيبتنا النهارده تكون متواجده بالكامل، كل النهارده يكون متواجد. كمان عايزين نطمن على عدد من اللاعبين، انت عارف الالتحامات كانت قويه جدا امس، شفنا السوليه يمكن كدمات محمد هاني، عدد من اللاعبين محتاجين نطمن عليهم، لان احنا يمكن الحمد لله وبناكد طبعا لكل جمهور النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله على مدار الايام القادمه يحافظ على لعيبه النادي الاهلي بمشيئه الله ان شاء الله الجاهزيه التامه والكامله لحمدي فتحي والشناوي وعلي لطفي. بنقول هذه الخبر طبعا من خلالك يا محمد، ان شاء الله باذن الله يكونوا متواجدين كالعاده بكل قوه. حمدي فتحي ان شاء الله يكون متواجد، الشناوي خلاص زي ما يمكن الموقع الرسمي اعلن وقناه الاهلي اعلنت على جاهزيه الشناوي، ايضا كمان علي لطفي، لان هي دي مرحله مهمه جدا محتاجه التكاتف والتضحيات الكبيره جدا لهذه المرحله. جمهور النادي الاهلي عنده امل كبير جدا بمشيئه الله ان شاء الله. مش هنقول الحسم المباراه الاولى، لان انت عارف يا محمد ال 180 دقيقه ما تعرفش الحسم هيكون منين، ممكن تعمل مباراه قويه جدا وما تستطيعش ان انت تسجل اهداف، والعكس صحيح، ممكن تروح المغرب تادي اداء مميز جدا وتحرز هدف واثنين وثلاثه. لكن بنعمل بمشيئه الله ان شاء الله، كولر يكون محضر بشكل كويس جدا، يكون في تاني، يكون في هدوء بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي. اتكلمت يا محمد على رسائل مهمه جدا قالها كولر، دي رسائل مهمه جدا لما بتصل للاعلام وبكون مردودها على لعيبه النادي الاهلي. كل الرسائل بتصل، الراجل عايز يحط كل اللعيبه في مجال تركيز كبير جدا، يحسم الامر ان المباراه الاولى مش هي الحسم والمباراه الثانيه هي الحسم، ده امر مهم جدا. حتى لو كسبت يا محمد في المباراه الاولى الراجل على طول بياكد بيقول لك احنا متاخرين بهدف، سياسه وفكر مهم جدا مع تدوير لاعبين مع روتيشن مع امور عديده جدا. يا رب ان شاء الله تكون النهايه خير، تكون النهايه سعيده على جمهور النادي الاهلي. هتبدا من الان او من لحظات البدايه طبعا في تدريب فريق النادي الاهلي اللي ينطلق في تمام الساعه 6 التحضير بالنسبه للمباراه الوداد الاولى، سواء تحضير نظري سواء ايضا كمان محاضرات، وعلى مدار الايام القادمه محمد بمشيئه الله تكون في اخبار طيبه جدا لفريق النادي الاهلي. طيب بما ان لسه التمرين الساعه 6، انا عارف الناس كلها مستنيه تبص وتشوف جزء من التدريبات، عايزه تشوف الشناوي بيتمرن في الملعب، عايزه تطمن على حمدي فتحي تشوفه في ارضيه الملعب. يعني باذن الله من خلال متابعتكم لباقي برامج قناه الاهلي على مدار اليوم والايام اللي جايه هتشوفوا كل التفاصيل، لكن النهارده المران هيكون الساعه 6 زي ما قال زميلنا كريم احمد، فبالتالي مش هيكون معانا اي جزء من التدريب النهارده عقب مباراه سيراميكا بالامس. ولكن يا كريم عايز اتكلم في نقطه ثانيه، بما انك برضو قريب من اللعيبه والجهاز الفني، مدى احساس اللعيبه دلوقتي ان هي هتلعب النهائي الرابع على التوالي، ويمكن النهائي المره دي مختلف. يعني هذا الجيل لعب 3 نهائيات، 2020 امام الزمالك، 2021 امام كايزر تشيفز، 2022 امام الوداد الرياضي المغربي، ولكن كل هذه المباريات كانت مباراه فاصله 90 دقيقه لقاء واحد، المره دي لقاء ذهاب عوده. الاجواء، حاله اللعيبه، بيتكلموا في ايه؟ بما انك قريب من الجهاز، الكابتن سامي قمصان، الكابتن سيد، الدوافع، يعني كل التفاصيل اللي انت اكيد شايفها من خلالك. يعني نقطة مهمة جدا يا محمد، انت عارف طبعا يعني مباراة 90 دقيقة دي الفرصة ما بتتعوضش، وده يمكن بتكون في صعوبة كبيرة جدا للتحضير الفني بالنسبة للجهاز الفني وايضا كمان بالنسبة للاعبين، لان هي خلاص بتنتهي ال 90 دقيقة، سواء ربنا كرمك بتحصل على البطولة او لو بيكون في اخفاق ما بتقدرش ان انت تعوض. عشان كده بلغة الكرة 180 دقيقة بتكون مديها متسع من الوقت بشكل كبير جدا للمدير الفني للجهاز الفني ان هو يقرا الخصم، يحضر، يشوف نقاط القوة والضعف، ده امر بيكون مهم جدا. اللعيبة ايضا كمان مستقبلة هذا الامر يعني بهدوء جدا، لان الحمد لله لعيبه النادي الاهلي بتعرف ازاي تتعامل مع المباراه شوطين، مع مباراه الذهاب والعوده، ده امر مهم جدا. الفصل التام محمد بين بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه والرغبه المتجدده الحقيقه والدوافع المستمره لعيبه النادي الاهلي، ده امر ما بتشوفوش الا في النادي الاهلي فقط لا غير. مباراه بتنتهي بيبقى عايز المكسب للمباراه القادمه، مباراه بتنتهي بيبقى عايز يفرح جمهور النادي الاهلي. عشان كده حاله التركيز والدوافع المرتفعه بشكل كبير جدا والمعنويات الكبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، ده امر مهم حابين ننقله للجمهور. جمهور النادي الاهلي منتظرينه مهما كان العدد، لابد يكون فيه تشجيع وهتاف وحماس وامور عديده جدا منتظرينها من كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. ده بالنسبه لنا ده امر فاصل، المباراه الاولى مباراه مهمه جدا، انطلاقتنا هتدي رساله للجميع، وده يمكن الجهاز الفني كابتن سيد كابتن سامي كل طبعا الجهاز الاداري بالكامل بياكد على هذا الامر، المباراه الاولى هتكون رساله للجميع. عشان كده بقول لك التحضير مهم جدا خلال الفتره القادمه، شوطين هيكونوا مهمين جدا، الشوط الاول نبذل فيه كل الجهد توفيق ربنا بمشيئه الله يكون معانا، والمباراه الثانيه هتكون ليها تحضيرات مختلفه جدا يا محمد. انت حضرت اكثر من مره الحقيقه في المغرب، كنت متواجد في الفترة الأخيرة في الوداد وعارف جمهور الوداد وعارف الأجواء اللي بتكون هناك إزاي، لكن إحنا الثقة الكبيرة في جمهور النادي الأهلي وفي لعيبة النادي الأهلي وفي الأجواء اللي حضروها 4 مرات على التوالي، 16 مرة بيصل النادي الأهلي للمباراة النهائية، ده بيشعرك بالفخر الكبير جدا إن النادي الأهلي بقيمته الكبيرة إن شاء الله بإذن الله ال 11 تكون أهلاوية بالعزيمة وبالجدية وبشخصية وبروح النادي الأهلي اللي إحنا منتظرينها من لعيبتنا. ومش بعيدة محمد أي حاجة على ربنا سبحانه وتعالى، لكل مجتهد نصيب، لعيبتنا بتجتهد بشكل كبير، ينقصنا بس توفيق ربنا والاختيار الفني
الفني المميز جدا اللي منتظرينه مستر كولر وجمهور النادي الاهلي بمشيئه الله يكون كلمه السر يا محمد. كريم، سؤال اخير وهو متعلق بالمكان اللي انت موجود فيه حاليا بقى قرب قاعه مجلس الاداره، وانا عارف في شغل كتير جدا بيتم واجتماعات يوميه عشان افتتاح فرع التجمع باذن الله يوم الخميس المقبل، توجيه الدعوه لكبار الضيوف والساده المسؤولين، وان شاء الله باذن الله حفل يليق بالنادي الاهلي يوم الخميس المقبل افتتاح فرع التجمع. اعتقد اجتماع له علاقه بالتفاصيل دي والاستعداد والتحضير للحفل يوم الخميس، وايضا كمان التحضير لمباراه الفاينل يوم الاحد والموافقه الامنيه على الحضور الجماهيري، وكل التفاصيل اكيد برضو ممكن يكون من خلالك. تحضيرات الحياة محمد مكثفة جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي، يعني الكل في كذا اتجاه، الكل بيعمل في كذا اتجاه. تحضيرات بالنسبة طبعا للصرح الكبير جدا والمنشأة الكبيرة جدا اللي منتظر افتتاحتها بمشيئة الله إن شاء الله، الفرع التجمع اللي يمكن أكيد بالتأكيد هيسعد كل جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، لأن في جزء ومجهود كبير جدا جدا يا محمد بوزل في خلال الفترة الماضية عشان هتشوفوا الشكل الذي يليق فعلا باسم النادي الأهلي. التحضيرات كانت مهمة جدا، مجلس إدارة يمكن مجتمع النهاردة بتاع الساعة 3 يمكن الكل اجتمع النهارده، بدأ الاجتماع 3:30 تحضيرات بالنسبة طبعا لمباراة الوداد، جانب أمني يمكن زي ما احنا عارفين بيكون في اجتماعات أمنية، طبعا المسؤول الأمني طبعا العميد علاء صلاح اللي بيحضر بكثافة طبعا دخول الجماهير والخروج وكل الأمور الخاصة بهذا الأمر. أيضا كمان الحفل الكبير جدا اللي منتظرينه مشيئة الله يوم 1/6 إن شاء الله هو حفل افتتاح، أمور عديدة جدا يا محمد. النادي الأهلي يعني بياخدوا خطوات ثابتة للأمام في مجال كرة القدم وفي الإنشاءات وفي أمور عديدة جدا، عشان كده النهارده إن شاء الله يكون اجتماع مثمر يضع كل طبعا مجلس إدارة النقاط على حروف الترتيبات كل الامور دي، وعندنا امل كبير جدا 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 ان جمهور النادي الاهلي يكون سعيد يوم الخميس بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله يوم 1/6 بالصرح الكبير جدا صرح التجمع، ومنها ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله باذن الله تكون فرحه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي، نقطع شوط كبير في البطوله الافريقيه وربنا يوفقنا ان شاء الله في المباراه الثانيه يا محمد باذن الله. الزميل العزيز كريم احمد مفد قناه الاهلي، شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والايضاحات اللي قلتها لنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. زي ما انتم شايفين طبعا دي كانت لقطات مهمه جدا في زياره لفرع التجمع قبل افتتاحه باذن الله الخميس المقبل. طيب، مباراه امبارح مباراه الاهلي وسيراميكا يمكن ما ينفعش نفصلها حتى عن الاستعداد لمباراه الوداد، لان كولر زي ما قلت اتكلم على فكره التحضير. مباراه امبارح انت كسبت بس في نفس الوقت ضياع الفرص ده خلى الجهاز الفني برضو لا يعني لازم نركز اكتر، لازم نهتم بالتفاصيل اكتر، لازم نستغل الفرصه اللي تجينا قدام المرمى. امبارح بيرستاو وكوره ما كانش محتاجه القوه طلعت بعيد عن المرمى، كوره تانية وتسديده جت في العارضه، كهربا في ال 18 اكتر من كوره، فيا رب باذن الله بس يكون دي تجارب في الدوري، لكن ساعه ما بتنزل بقى في الاختبار الرسمي تقدر تحرز وتجيب. واحنا والله بجد يعني وخدوها مني ثقه ان شاء الله باذن الله الاهلي لو كسب الوداد في القاهره 2 على الاقل بإذن الله إن شاء الله الأهلي يرجع من المغرب بنتيجة إيجابية وفوز أيضا والتتويج بالبطولة بإذن الله. الأهلي إن شاء الله يقدر يعمل نتيجة كويسة، لكن مهم جدا يبقى في أهداف محرزة هنا في القاهرة في اللقاء الأول. على فكرة الأهلي برضو لما لعب 3 مباريات الدوري عمل روتيشن، الأهلي ما لعبش الثلاث مباريات أمام إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا بنفس التشكيل، كان هيبقى صعب جدا وكان هيبقى انتحار بدني كبير جدا للعيبة، ولكن الجهاز الفني تعامل بذكاء، عمل روتيشن دون التأثير على النواحي الفنية، عمل روتيشن دون التأثير على مراكز وتكتيك اللاعبين أو أداء اللاعبين داخل الملعب، ويمكن الروتيشن كان في أضيق الحدود وما كانش الروتيشن في الثلاث مباريات، بمعنى للفريق لو في غيابات عنده في ماتش إنبي تفضل مستمرة في ماتش الجيش وسيراميكا، لا الراجل برضه فاهم وعارف، ويمكن الجهاز الفني بيدرك ده أكتر مننا، إن اللعيبة اللي ممكن تريح مباراه انبي او لعبه مباراه انبي ما ينفعش تريح المباراتين التانيين، لان كده هيبقى في جاب كبير جدا ما بين المباراه الاولى اللي اتلعبت مثلا يوم 23/5 عن مباراه الوداد اللي هتتلعب يوم 4/6، انت بتتكلم ما يقرب من حوالي 12 يوم، فكان لازم يريح المباراه الثانيه امام الطلائع ويشرك العناصر دي في المباراه الثالثه امام سيراميكا، وده فعلا اللي حصل امبارح. عشان كده انا متفائل والناس كلها حتى القريبه جدا ومتابعه كويس جدا الأهلي السنة دي شايفة إن ممكن بإذن الله الأهلي السنة دي يعني يحقق نتائج كويسة. طيب، لغاية لما نروح لموضوع الروتيشن والنواحي الفنية والاستعداد للوداد، عندي حالة كده عايز أتكلم عليها. النهاردة مش هنتكلم في التحكيم، مفيش حاجة تستدعي إن إحنا نتكلم في التحكيم، ولكن في شيزوفرينيا أو في تضارب في المفاهيم، مش هقول عند البعض ولكن عند شخص، مش بتكلم على أسرة التحكيم ولا محلل التحكيم، أنا بتكلم على شخص فضل سنة كاملة يدافع عن الحالة اللي كان فيها تسلل
في مباراه الاهلي وفاركو ويدافع عن قرار الفار ان في تسلل، ومصر كلها شايفاها ان الكره جون، قعد سنه كامله ويطلع يقول لك ايه؟ فاكرين اللعبه دي؟ مباراه الاهلي وفاركو، كوره للاسف كابتن محمود عاشور اتدخل وقتها ولغى الهدف، والمباراة انتهت بالتعادل، وكانت من المباريات المؤثرة جدا في ترتيب الدوري، وخلت الأهلي خلاص قال بقى هي خلاص القصة واضحة ووضوح الشمس ان السنة دي مفيش دوري بسبب الكوارث التحكيمية اللي احنا شفناها في اللجنة السابقة يعني. فاللعبة دي لو شايفين الصورة قدامكم زي ما هي على الشاشة اهي، شايفين الصورة قدامكم، الخط واضح مرسوم غلط، وقلنا يا جماعة الخط مرسوم غلط. طلع الأخ اللي عمال يتكلم من امبارح وبيكتب النهاردة كتير على صفحته يقول لك ايه ده، الكمبيوتر ده جهاز ما فيهاش خطأ بشري، هو بيحط النقط والجهاز بيطلع النتيجة كده. وقعدنا نقول له يا عم ما فيش الكلام ده، يا سيدي ما فيش الكلام ده، يا كابتن ما فيش الكلام ده، في خطأ بشري. يقول لك لا 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 لا، الكرة فعلا تسلل، ما فيش خطأ بشري، كابتن محمود عاشور رسم الخطوط صح واحنا اللي غلط يعني. طب امبارح نفس اللعبة ويمكن أوضح، يعني لعبة امبارح أوضح من دي كمان، لعبة امبارح أوضح من دي كمان. أهي حسين الشحات، شايفين رسم الخط؟ أنا بقى مش هدافع عن حسام عزب وهاجم محمود عاشور، أو أدافع عن محمود عاشور وهاجم حسام عزب. دي نقطة فنية يتكلم فيها الحكام، أنا ما عنديش مشاكل، حتى لو قلت لي الكرة دي أوفسايد، والله العظيم ما عندي مشكلة، ما عنديش أي مشكلة، بس أنا عندي مشكلة في الشخص اللي بيناقض نفسه، اللي قال لك رسم الخطوط إزاي يبقى غلط؟ ما فيهاش عامل بشري، ده جهاز. هو نفس الشخص امبارح اللي بيتكلم على الحالة دي، والنهاردة بيكتب على صفحته، يقول لك الخطوط اترسمت غلط. هو نفس الشخص يقول لك الخطوط اترسمت غلط، والخط لما اترسم غلط الكرة دي تسلل، الكرة دي مش جون. هو نفس الشخص. هو بقى الشخص ده اللي هو دايما ايه اللا منطق، هو ده شخص دايما كل كلامه عكس المنطق، يرجع كده لكلامه اللي قاله السنة اللي فاتت ويقارنه باللي بيقوله دلوقتي، عليه نفسه بيناقض نفسه، بيقول الكلام وعكسه. واحنا ما غيرناش كلامنا، السنة اللي فاتت الكرة دي كانت جون، والسنه دي الحكام لو شايفين رسم الخط غلط انا ما عنديش مشكله، ماشي رسم الخط غلط ما عنديش مشاكل، اوكي شايفين التسلل برضه ما عنديش مشكله، لان رسم الخطوط ممكن تبقى غلط فعلا. ليه؟ لان الحكم اللي قاعد على تقنيه الفيديو لو حط النقط غلط هتطلع الخطوط غلط. عشان كده الاهلي السنه اللي فاتت خسر دوري بسبب الاخطاء التحكيميه ديت. ولما يطلع الاخ ده يقول لك حكم الفار اللي كان موجود امبارح ما عندوش خبره، ازاي تقارنوه بحكم عنده خبره؟ ما هو الخطا البشري واحد، لا فرق بالخبره ولا بدون خبره، ده بالعكس، ده الأخطاء اللي حصلت السنة اللي فاتت من حكام الصغيرة اللي هي لسه في البدايات التحكيمية كانت أكتر مع النادي الأهلي. يعني الخطأ التحكيمي اللي أنت بتقوله من حكم قليل في الخبرة شوية أو صغير السن بالمقارنة بالحكام الدوليين، طب ما احنا خسرنا السنة اللي فاتت الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية الكتير اللي كان من ضمنها مثلا، يعني قال لك إيه، بروتوكول الفار اتطبق على استئناف اللعب، كابتن محمد سلامة ميدو، بروتوكول الفار اتطبق غلط في رسم خطوط التسلل مباراة واثنين وثلاثة وعشر السنة اللي فاتت اهو. يبقى بعظمة لسانك لما تتكلم امبارح وتقول النهارده وتكتب على صفحتك ان الخطوط مرسومة غلط، يبقى انت بتعترف اعتراف صريح ان السنة اللي فاتت الاهلي خسر الدوري بسبب رسم الخط غلط. ده اعتراف منك انت، بس انت مش هتوضح ده ومش هتتكلم في ده، انت بس دايما بتناقض نفسك وبتتكلم عشان تثبت بس ان الاهلي اتجامل، ولكن بلسانك انت والله قلت اهو ان الحكم رسم الخط غلط. يطلع بقى ماتش امبارح الكوره تسلل مش تسلل، كده كده مباراه امبارح الاهلي كان عنده فرص كتيره، وحتى لو كانت عادل اربع اسابيع خمس اسابيع والاهلي ياخد الدوري، ولكن السنه اللي فاتت كان الاهلي بيخسروه ماتش واثنين ويخلوه يتعادل ماتش واثنين عشان يفقد نقاط عشان انت تفوز بالدوري زي ما حصل السنه اللي فاتت بسبب الفار اللي الناس كلها شايفاه سبب كوارث الدوري المصري في اخر سنتين ثلاثه عشان بيتطبق غلط بلسانك انت قبل ما يكون بكلامنا احنا. طيب فكره الروتيشن اللي كنت بتكلم عليها واللي ظهر في الثلاث مباريات اللي فاتت والتحضير لمباراه الوداد فيها كلام مهم جدا، واحنا متعودين معاكم دايما في البرنامج الترند بنشوف السوشيال ميديا بتطرح ايه. ناس بتتكلم على الاستحواذ، الاهلي عمل استحواذ كبير امبارح كان متخطى حوالي 80%، ناس بتتكلم على عدد التمريرات، الاهلي ممكن يوصل ل 600 700 تمريره وده ما كانش بيحصل في السنوات السابقه. الروتيشن اللي تم في مباريات الدوري والتحضير للقاء الوداد، كل ده هنعرفه من زميلنا وصديقنا دكتور احمد ثابت المحلل الفني لقناه الاهلي. دكتور احمد مساء الفل. مساء الخير عليك يا محمد، ودايما متالق كده. الله يخليك، قول لي بقى تحليلك الفني والرقمي ومن خلال متابعاتك للفتره الاخيره مع كولر،
أداؤه في اللقاءات الثلاثة في الدوري والتحضير لمواجهة الوداد بإذن الله. بالتأكيد كانت مرحلة صعبة، مرحلة الثلاث مباريات دول، لأن أنت داخل دايما بتقول إن قبل أي نهائي كبير بتبقى المباراة اللي قبل أي نهائي كبير دي بتبقى أصعب مباراة. كولر تعامل بذكاء جدا مع الثلاث مباريات، أولا إحنا كسبنا الثلاث مباريات، ده الفوز السابع على التوالي، وده الثلاث مباريات كسبتهم. اتعامل بذكاء إزاي إن هو قدر إن هو يعمل روتيشن في مباراة طلاع الجيش، ريح الأساسيين. مباراة سيراميكا الناس لما شافت التشكيل إمبارح استغربت شويه ان هو بادئ بالاساسيين، ولكن ده الصح. صح ازاي؟ ان انت لازم تحافظ على رتم المباريات للاعيبه الاساسيين، ان انت فاضل 7 ايام او 8 ايام على النهائي، فانت لو ريحتهم كمان اكتر من كده هيبقى اللعيب الاساسي بقاله اكتر من 10 ايام ما بيلعبش، وبالتالي لازم تحافظ على رتم المباريات. الحمد لله بعد الفوز ده انت دلوقتي محمد بقيت الاكثر نقاط طبعا، متصدر الدوري، فاضل بس 5 فوز او خمسه توصل ل 15 نقطه في حاله عدم تعثر بيراميدز، انت خلاص تحسم الدوري والدوري يرجع لبيته. اول حاجه انت الاكثر نقاط، يعني لو استعرضنا حتى ترتيب الجدول هتلاقي النادي الاهلي الحمد لله 60 نقطه، الاكثر فوز ب 19 فوز، اقوى خط هجوم ب 45 هدف، اقوى خط دفاع استقبل 7 اهداف بس، الاكثر كمان كلين شيت 17 مباراه شباك نظيفه، النادي الاهلي بلا اي هزيمه في الدوري. يعني انت بتتكلم بقى على المكاسب والارقام، النادي الاهلي امبارح بعوده الاساسيين تحديدا محمد عبد المنعم مرحله البناء الاولى ومروان عطيه، انت امبارح استحواذ النادي الاهلي رجع ل 70% 70% مقابل 30% لسيراميكا، التمريرات 658 تمريره للنادي الاهلي منهم 573 صح مقابل 280 تمريره لسيراميكا، ده بياكد ايه؟ بياكد ان عوده مروان عطيه في وسط الملعب، عوده محمد عبد المنعم، عوده اللعيبه بيرسي تاو وحسين الشحات على الاطراف، ووجود كهربا كمهاجم وهمي بتدي شكل وبتدي كنا دايما بنتكلم في مباراه مثلا انبي ومباراه الترجي ان النادي الاهلي كان بيعدي 700 تمريره، وان بدانا نشوف شكل وريتم وعدد تمريرات كتير للنادي الاهلي. وبدا مارسيل كولر في المباراه الاخيره تحديدا بعد هزيمه مباراه سان داون، كولر تحول تماما، اولا اصبح اكثر واقعيه، بتتكلم ان انت في 14 ماتش بعد ماتش سان داون 13 فوز وتعادل ماتش مع الرجاء في المغرب 0-0، من ال 14 مباراه دول كمان 13 كلين شيت، فانت بتتكلم ان هو عاجبني بصراحه مارسيل كولر، اولا في التحضير البدني زي ما قلت لك للمباراه النهائي ان انت كتمت باللعيبه الاساسيه عشان تحافظ على رتم الماتشات، وفي نفس الوقت برضو التحضير النفسي. التحضير النفسي ازاي؟ تصريحاته بعد المباراه، تصريحات ذكيه جدا 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 من كولر. ليه؟ بيقول لك انا مش عاجبني، انا لو لعبنا بنفس الاداء دوت مش هيكون عاجبني في مباراه النهائي. اتكلم ان اللعيبه لازم تكون اكتر شراسه في انهاء الفرص، وده صح. امبارح النادي الاهلي راح 16 محاوله على المرمى منهم 3 بس صح. فده رقم 16 محاوله 16 محاوله منهم 3 بس صح، وسجلت هدف واحد بس. فده اللي كان ممكن تقول ان في انهاء الفرص مش موجود، انهاء الهجمه اللي اتكلم فيها مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي، وانا معاه في النقطه دي، ان هو بدا يحضر اللعيبه نفسيا. انت ازاي بتحضر للنهائي؟ انا بشوف ان التحضير النفسي بدا من امبارح من تصريحاته في المؤتمر، حتى كمان تصريحاته على نقطه محمد عبد المنعم لما قال ليا كلام معاه بكره، ده برضه نقطه من التحضير النفسي، ان هو ازاي بيشحن لعيبته معنويا خاصه في مثل هذه المباريات، مباراه بالتاكيد صعبه، وانا بتكلم ان المرحله دي محتاجه مرحله دعم، دعم من جمهور النادي الاهلي العظيم اللي دايما واقف ورا الفرقه، دعم من الناس كلها ورا يعني مش عايزين كلام بقى اللعيب انتقل مش عارف راح في حته، مدير فني جاي له عرض، ده مش وقته خالص، مش وقته خالص. نتكلم في اسبوع او اسبوعين عندنا مباراتين نقفل على الفرقه ونركز عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. طيب نقطه ثانيه مهمه جدا، عندك تعليق مثلا على فكره خط الهجوم امبارح؟ كان في تحرك ما بين حسين مع تاو مع كهربا، التمريره اللي عملها محمود متولي لحسين الشحات كانت جديده بالنسبه لنا، كنا دايما بنشوف التمريرات دي بتيجي من نص الملعب او من على الاطراف، لو تاو دخل للقلب وعمل التمريره الامام مثلا لحسين الشحات، امبارح شفنا برضو حاجه جديده شويه في الهدف اللي جاي بالنسبه لحسين الشحات. لو استعرضنا الهدف، هو مارسيل كولر يعني بيلعب طبعا بال 4-3-3، دايما بيدخل الجناح لجوه، دايما بيمدوا الملعب بالعرض وبعدين يمسك الكره. دي اتكررت كتير يا محمد، يعني اتكررت في ماتش الترجي، الهدف بتاع الترجي بيرسي تاول الشحات، اتكررت في كذا مباراه، بس امبارح اللي بيعملها محمود متولي
بص التمريره وجمالها لحسين الشحات اللي بيطلع لجوه. حسين بصراحه تطور في الفتره الاخيره، فيحسب لمارسيل كولر ان هو كمان وظفه ناحيه الشمال. احنا طول يعني طول السنين اللي فاتت كنا بنشوف حسين الشحات بيلعب ناحيه اليمين، لكن ان انت توظفه ناحيه الشمال يعني جناح شمال ناحيه الوينج اللي هو ليفت انسايد فورورد بيخش دايما وبيكمل جوه المنطقه جنب راس الحربه، ده يحسب لمارسيل كولر. وبرده توظيفه لبيرسي تاو، بيرسي تاو مثلا كان في يعني كان مهاجم وهمي مع موسيماني، تحول الى رجع مكانه ثاني لجناح مع مارسيل كولر. فكل دي كل دي بصمات. كذلك مروان عطيه، مروان عطيه امبارح اخذ رجل المباراه، ومصطفى شوبير ما ينفعش ما ننساش من الكلام. يعني مصطفى شوبير بصراحه واحد من المكاسب اداك طمانينه، يعني مصطفى شوبير بادائه امبارح ان انت بقى عندك ثلاث حراس احسن من بعض وفي تنافس ما بينهم، وانا بطمنك على حاله الشناوي وعلي لطفي ان شاء الله الاثنين يكونوا موجودين جاهزين باذن الله النهائي، يبقى انت عندك ثلاث حراس على مستوى يعني عالي ان شاء الله باذن الله. عايز بس برضه يا محمد يعني اختم بحته الفرق اللي هي الانديه اللي هي هتبقى في كاس عام للانديه. اتفضل. انت عندك البطل دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والوداد، ده اول حاجه. عندك بطل اسيا، يعني لو شفنا بطل اسيا اللي هو اوراوا الياباني. بعد كده بطل اوروبا ما بين مانشستر سيتي وما بين انتر ميلان. اوكي. التحدي ده طبعا هيبقى بطل الدوري السعودي لان هو المستضيف. البطوله هتبقى من 11 قدامنا اهي على الشاشه، من 11 ل 22 ديسمبر. تمام. وبطل كوبا ليبرتادوريس لسه هم حاليا في دور المجموعات. وفي بطل دوري ابطال الكونكاكاف، ده النهائي هيبقى ما بين ليون المكسيكي وما بين لوس انجلوس الامريكي. واوكلاند سيتي اخذ كالعاده دوري ابطال اوكيانوسيا. ده موجود في البطوله كده كده. يعني قبل ما تبدا بس المشكله اوكلاند ان هو بيكسر ارقامنا محمد، يعني انت بتتكلم ان احنا دايما عايزين نبقى النادي الاكثر تواجد في كاس العالم للانديه، بس تواجد اوكلاند عشان كره ضعيفه قوي ومفيش غير النادي ده. سيب لهم حاجه يا دكتور احمد، مش مشكله، ما جاتش على دي. طب عايز اخد منك تعليق في ايجاز كده سريع بسرعه على رسم التسلل امبارح. اكيد متابع السوشيال ميديا وشايف فيه كلام كتير قوي، واللي كان بيقول لك استحاله يكون فيها تدخل عامل بشري ده جهاز، هو النهارده اللي بيقول لك ده رسمه الخط اتعملت غلط. تعليقك ايه على الجزئيه دي؟ هو الاول طبعا الهدف صحيح، انا شايف الهدف صحيح. الباك ليفت محمد شكري مغطي اصلا خالص، يعني باينه من غير رسم، ما اعرفش هم بيقعدوا ساعه عشان يحسبوا ليه. بس انا عايز اتكلم في نقطه محمد، في نقطه التحكيم دي نقطه مهمه جدا. اتفضل. التحكيم قبل كلاتنبرج حاجه وبعد كلاتنبرج حاجه خالص، ما اعرفش الناس ليه ناسيه او ان يعني طبعا ده اللي قدامنا الصوره اهي، ادي رجل محمد شكري اللي هو الباك ليفت يا جماعه الظهير الايسر ناحيه الشمال مغطيه خالص واضحه جدا. بس بتتكلم في نقطه ان حتى الاخطاء التحكيميه الموجوده في الماتشات، مش ماتش الاهلي، في ماتش مثلا الزمالك وبروكسي، ماتش فيوتشر والانبي اللي هو الزمالك والاسماعيلي كميه اخطاء. انا ما اعرفش بريرا، فرق كبير قوي يا جماعه ما بين بريرا وكلاتنبرج. الناس لازم تتكلم في النقطه دي. كلاتنبرج كان اسم كبير، كان الناس اولا بيحاسب، بتشوفه بيطلع بفيديو يطلع ينتقد ويتكلم ويجيب الحالات التحكيميه ويقول كذا. احنا بنتكلم الكلام ده محمد والناس يعني الان النادي الاهلي متصدر الدوري، يعني انت مش بتتكلم مثلا النادي الاهلي الثاني او الثالث او لا، متصدر. احنا بنتكلم عشان تحسين التحكيم في مصر. كانت الناس بتلومنا دايما لما بنتكلم، بيقول لك اصل انت خسران دوري، ادينا بنتكلم هو احنا خسرانين الدوري واحنا كسبانين دوري كمان. انت بتتكلم ان بريرا ملوش وجود تماما، مفيش تصليح للاخطاء. فين الفيديو؟ فين الفيديو اللي بيعمله عشان نشوف الحالات، تحليله للحالات التحكيميه ايه؟ فين العقاب والثواب؟ الحكم مثلا الكويس يقدر يديله ماتش كبير، تقدر تديله حاجه كويسه، الحكم اللي يغلط ازاي عاقبه؟ ده مش موجود. ليه الكلام ده مش موجود؟ مش هتلاقي، بياخدوا عاطل في بطل كله بيتوقف ويوم واثنين وتلاقيهم رجعوا ويقول لك بس لغايه لما نهدي الراي العام. واحنا برضه بنتكلم والنادي الاهلي متصدر الدوري، النادي الاهلي بيقترب من اللقب باذن الله ان شاء الله. دكتور احمد ثابت انا بشكرك بجد على مداخلتك معانا، يمكن نورنا كده في شويه تفاصيل مهمه متعلقه بالارقام الخاصه بالاهلي تحديدا في الفتره الاخيره، واتكلمنا على التحضير للفتره اللي جايه في اطار الروتيشن اللي عمله بالتاكيد مارسيل كولر. فكره بقى نلعب مع الوداد ازاي، طريقه اللعب، التشكيل ده بالتاكيد هتتابعوه في البرامج خلال الفتره اللي جايه. لسه عندنا حوالي 5 ايام على المباراه، بس احنا هنا هنشتغل خبري اكتر على مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا خلال الحلقات المقبله. دلوقتي اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند. طيب اخر اخبار الترند فيها تفاصيل مهمه جدا، سواء في ترند الاهلي او الترند العالمي، ارقام واخبار ومعلومات مهمه، كلها ترندات مهمه في السوشيال ميديا، نتابع. طيب نبدا مع بعض اخر اخبار الترند بترند الاهلي. النهارده عندنا تفاصيل كتير قوي في ترند الاهلي. البدايه بالحساب الرسمي للنادي الاهلي، قالوا صداره ترتيب الدوري دائما باللون الاحمر بالفوز السابع على التوالي،
وصور من انتصار وفرحه لاعيبه النادي الاهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا. على فكره مباراه امبارح كان فيها خشونه زائده بصراحه من بعض لاعبي فريق سيراميكا، والنهارده حتى احمد ياسر ريان كان نزل كده يعني صوره على الانستجرام بيعتذر فيها لعمرو السوليه من الاحتكاك والضغوط ويعني الاداء اللي كان فيه خشونه شويه في مباراه الامس. الحمد لله المباراه عدت على خير، كسبنا خدنا 3 نقاط والحمد لله ما فيش اصابات، والامور كلها هتبقى كدمات خفيفه يقدر الجهاز الطبي يتعامل معاها في التدريبات النهارده وبكره باذن الله. حساب جول مصر واتكلموا وقالوا الاهلي لا يقهر محليا تحت قياده كولر، 29 مباراه 23 انتصار، لم يخسر اي مباراه وفاز بثلاث بطولات، 2 سوبر على حساب الزمالك وبيراميدز، وبطوله كاس مصر على حساب بيراميدز. نقدر نقول خلاص يعني على اعتاب الفوز ببطوله الدوري، وربنا يكرم يا رب كمان بالاميره السمراء دوري ابطال افريقيا يوم 11/6. حساب يلا كوره، تحتاج كتيبه مارسيل كولر الى الفوز في 5 مباريات من اصل 10 متبقيه في الدوري المصري حتى يستعيد الاهلي اللقب. الاهلي لعب 24 مباراه في الدوري، باقي للاهلي بالظبط 10 مباريات في الدوري. عشان يحسم ان الاهلي بطل للدوري محتاج يوصل ل 77 نقطه، الاهلي حاليا 62 نقطه، فبالتالي محتاج يكسب 5 لقاءات من ال10 مباريات. بس مع الوضع في الاعتبار الخمس مباريات ممكن دول يبقوا 4 يبقوا 3 يبقوا 2 لو بيراميدز خسر نقاط خلال الفتره اللي جايه، لان بيراميدز متبقي له دلوقتي 6 مباريات بس لانه لعب 28 اسبوع. حساب بطولات، حسين الشحات وصل بالامس لمباراه رقم 100 مع النادي الاهلي في الدوري، ساهم خلالها في 47 هدف. حسين سجل في ال 100 مباراه 24 هدف وصنع 23 هدف، رقم مميز جدا لحسين الشحات. حساب كوره ستاتس وبتتكلم على مروان عطيه، ناحيه خاصه بالامور التكتيكيه وعدد التمريرات في مباراه امبارح، وزي ما انتم شايفين طبعا رسمه الملعب مروان الله اكبر بسم الله ما شاء الله عليه، بصراحه مجهود بدني رائع جدا في الملعب. طيب 90 تمريره صحيحه، عشان كده خد هو امبارح كمان اوف ذا ماتش، الافضل في المباراه والاكثر في عدد التمريرات الصحيحه في مباراه الاهلي وسيراميكا بالامس. سبورت 360 مصريه قالت ليه مروان عطيه كان مان اوف ذا ماتش ومايسترو خط وسط الاهلي امام سيراميكا، 87 تمريره ناجحه، بمعنى ادق كان الاكثر من اللاعبين من بين اللاعبين في التمريرات الناجحه، 91% دقه تمرير، 7 تمريرات طوليه دقيقه في التمريرات الطوليه، 4 تدخلات ناجحه لاستخلاص الكوره، عمل مراوغه ناجحه، صنع فرصه، لذلك كان مان اوف ذا ماتش مايسترو خط وسط الاهلي في لقاء الامس. حساب اليوم السابع، الاهلي يطمئن على جاهزيه الشناوي لحراسه المرمى في ذهاب نهائي افريقيا، وكان الاهلي اعلن ده من خلال حسابه الرسمي قبل 48 ساعه لما قال محمد الشناوي جاهز لخوض النهائي من خلال صفحه النادي الرسميه على الفيسبوك. طيب ملعب القرار 24 وبيتكلموا على حمدي فتحي، الاهلي يسابق الزمن، اشعه جديده لحمدي فتحي قبل نهائي ابطال افريقيا. طبعا في اشعاعات وفي يعني فحوصات طبيه بتجرى مع حمدي من اول امبارح، الحمد لله فكره ان يبقى في مزق الحمد لله مش موجوده، الشد كمان مش موجود، هي تقل بس خفيف في العضله الخلفيه، وحتى النادي الاهلي او الجهاز الطبي يمكن دفع بحمدي فتحي في التدريبه الاساسيه قبل مباراه سيراميكا بيوم، عمل تدريبات خفيفه حول الملعب. النهارده ان شاء الله مع بدايه المران الساعه 6 هنطمئن اكتر من خلال متابعتكم طبعا للبرامج النهارده على مدار اليوم في قناه الاهلي، وان شاء الله باذن الله هتكون الصفوف مكتمله قبل يوم الاحد المقبل 4 يونيو في مواجهه الوداد على استاد القاهره الدولي. حساب في الجول وتصريحات لمدرب الوداد نقلها موقع LE 360، اتكلم فيها سيفن فاندن فبروك وقال لم نظهر بشكل جيد في المباراه الاخيره، امبارح كانوا بيلعبوا تطوان وكسبوا 2-0، وقال دلوقتي احنا بنركز على مواجهه الاهلي. اتكلم على فرقته وقال الفريق بيتحسن مع مرور المباريات، ولا نزال نعاني من بعض الاصابات البسيطه والارهاق بسبب الضغط، ولازمنا ان نطور مستوى الهجوم ونحسن جوده الدفاع. تنتظرنا مباريات قويه لا تترك لنا المجال لالتقاط الانفاس، لكني اثق اننا نسير في الاتجاه الصحيح، والان التركيز على مباراه الاهلي. بكره فريق الوداد هيستقل طائره خاصه من الخطوط الجويه الملكيه المغربيه الساعه 4 مساء بتوقيت المغرب، يعني بعثه الوداد هتتحرك من المغرب الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره، توصل القاهره منتصف الليل
ان شاء الله منتصف ليل الخميس، يعني صباح يوم الخميس الساعه 12 ونص او 1 الفجر كده، يوصلوا ان شاء الله بسلامه الله باذن الله عشان يستعدوا لمواجهه الاهلي. عندهم تدريبات الخميس والجمعه غالبا يعني في احدى الملاعب الفرعيه القريبه في مدينه نصر، ثم المران الرئيسي على استاد القاهره الدولي يوم السبت الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. استاد القاهره مش هيكون فيه اي مباريات محليه، والاتحاد الافريقي هيستلم الملعب قبل المباراه بيومين عشان يحضر ليه خوض نهائي افريقيا ما بين الاهلي والوداد ان شاء الله الاحد المقبل الساعه 9 بتوقيت القاهره. طيب حساب كوره 11، ملايين خرافيه من اجل صفقه كولر المنتظره، مبلغ صادم سيجعل ملك الاغلى في تاريخ الاهلي، حدده بشكتاش التركي للتفريط في قناص الشباك المتوهج للانضمام للقلعه الحمراء. بسمع وبقرا كتير عن جاكسون مولكا من 4 سنين، ولكن كالعاده نفس المصادر ونفس الاخبار، والنتيجه في النهايه الاهلي اكيد بيشتغل في مجال تاني خالص وسكه تانيه خالص. حساب يلا كوره، مصدر ليلا كوره: ايمن اشرف لا يرغب في اللعب لغير الاهلي ويبحث عن عرض خارجي. امبارح كان مارسيل كولر اتكلم على ايمن اشرف واتكلم بكل صراحه وبكل وضوح كناحيه فنيه، اتكلم على الترتيب في الاولويات بالنسبه للاعبين في خط الدفاع، لكن في نفس الوقت ايمن حتى لو مش هيلعب مع الاهلي وفي رغبه انه ممكن يرحل في نهايه الموسم وممكن يرحل على سبيل الاعاره، هو الراجل حريص انه لو طلع يطلع في نادي تاني خارج مصر، لان هو مش حابب يلعب في مصر الا مع النادي الاهلي. كل التوفيق لايمن اشرف، واحد من كباتن النادي الاهلي، ان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه. احنا عارفين دايما كل مدرب يبقى ليه رؤيه فنيه، والمدرب هو صاحب القرار الاول والاخير في احتياجاته بالنسبه للمباريات. طيب السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه: رايكم في اداء الاهلي ومين افضل لاعب في المباراه؟ استاذ محمد علي بيقول اداء جيد وافضل لاعب مصطفى شوبير. استاذ محمود ابراهيم بيقول اداء متوسط المستوى، وده الطبيعي لان تفكيرهم كله في ماتش الوداد. اخر حاجه معايا استاذ خالد زكي: مباراه متوسطه، مروان عطيه مكسب كبير للاهلي. يمكن هي معظم الاراء راحت ما بين مروان عطيه ومصطفى شوبير، ولكن امبارح الرابطه قررت خلاص هو مروان عطيه، وخد امبارح جايزه مان اوف ذا ماتش. المهم في النهايه الفريق ككل يبقى كويس ان شاء الله في ختام نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الاحد المقبل. في الختام انا كمان بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لنا لقاء جديد باذن الله في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.